طيب مباريات اليوم في مختلف الدوريات، خلينا نبتدي بالبطوله المحليه، بطوله الدوري المصري، مباراه وحيده النهارده يعني اعتقد في الدقائق الاخيره ليها في الوقت بدل الضايع ما بين المقاولين وغزل المحله. غزل المحله متقدم بهدف للا شيء احرزه اللاعب احمد الشيخ في الدقائق الاخيره من احداث هذا اللقاء الهام بالنسبه للفرقتين. بصراحه غزل المحله ماشيين بشكل جيد في هذا الموسم حتى الان، المقاولون يعني ابتدى المعدل بتاعهم يعلى شويه او ترتيبهم يتحسن شويه في بطوله الدوري المصري، لكن النتيجه لو خلصت كده هتبقى مشكله بالنسبه لفريق المقاولين العرب، لكن هي في كل الاحوال مباراه قويه ما بين فرقتين كبار. كمان في الدوري الانجليزي النهارده في بعض المباريات الهامه، ساوثامبتون لعب مع برايتون الساعه 2 الظهر، انتهت بخساره ساوثامبتون على ملعبه من برايتون بنتيجه 2-1. ليستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، مباراه بتلعب في هذه اللحظات، تقدم بهدف للا شيء لصالح ليستر سيتي. الساعه 6:30 قمه الجوله ما بين ارسنال وتوتنهام، ديربي لندن، مباراه قويه جدا دي هتكون الساعه 6:30. مانشستر يونايتد هيلعب ويست هام يونايتد ايضا، مباراه قويه جدا الساعه 9:15 مساء. اما بخصوص الدوري الاسباني، سيلتا فيجو مع اتلتيك بلباو، اعتقد المباراه انتهت بالتعادل السلبي. غرناطه مع ريال سوسيداد الساعه 5:15، مباراه كمان ربع ساعه. ايبار مع فيا ريال الساعه 7:30. اشبيليه مع ريال بيتيس الساعه 10 بالليل. الدوري الايطالي عدد من المباريات، بولونيا مع ساندوريا، دي مباراه انتهت بفوز بولونيا بنتيجه 3-1، كانت المباراه في تمام الساعه 1:30 ظهرا. تورينو امام الانتر، الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف، وانتر يعني قريب بشكل كبير من الفوز بلقب بطوله الدوري الايطالي هذا الموسم، ماشيين بشكل اكثر من رائع. بارما وروما، الشوط الاول انتهى ايضا بتقدم بارما بهدف للا شيء على روما. وكالياري هيلعب الساعه 7 مع اليوفي، وميلان هيلعب الساعه 10 الا ربع مع نابولي، هتبقى مباراه ايضا قويه جدا. طيب دي اهم وابرز المباريات النهارده في مختلف الدوريات العالميه.